انهاء العلاقات احيانا زي ما بيحصل في الطلاق، احيانا بيبقى الطلاق ارحم من الاستمرار في العلاقه، لكن الاحتياج لانهاء العلاقه ده بيعكس اضطراب شعوري حتى لو كان القرار صح. مفيش علاقه سامه حضرتك، انا اللي مسموم خلقه، في واحد او واحده انا بشعر بوجوده بالتسمم، لكن مفيش حد بيسممني، يعني قد اكون انا اكثر سميه على الاخر اللي بالنسبه لي توكسيك ده عن ان هو سمي عليا يعني. فهو القصه كلها مش في الاخر بيدي ايه، القصه كلها في انا بستقبل ايه. وصول الانسان لمرحله ان هو محتاج ينهي علاقه ده بيعكس اضطراب شعوري، انتقام يعني اضطراب شديد، الانتقام فيه قصر نظر وفيه فقر شعوري عالي جدا. فانا بشك في جوزي عشان بحبه كدابه، امال انت بتشك في جوزك ليه؟ عشان بتمتلكيه، ده بتاعي محدش ياخده غيري، وده شعور شديد للاضطراب. مجرد ما الشخص حط طاقته في المقارنه بالاخر ضعف.